3 2 1 اطرق البارود يا الهي انه عثمان بن جلون. كاين اللي عنده جواب في فمو وكاين اللي داس في كمو وكاين اللي احتاج شاور مو. الله ينجيك من ساكت الى دواء ومن الغدار الى نوى ومن جيبي الاخوه ومن الشيطان الى غوا. عرفتوا جامو ابوني وسير. كلكم سمعتوا على صندوق تدبير جائحة كورونا والمساهمات المالية الكبيرة اللي نزلت عليه بحال الشتا من عند أثرياء المغرب. عثمان بن جلون سيادي مول مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية وبنك إفريقيا كان واحد من أكبر المساهمين في الصندوق، بحيث أنه تبرع بمليار درهم أي العشر ديال الصندوق. وكما العادة يا سادة انتشرت بزاف ديال علامات استفهام في السوشيال ميديا حول شكون هو السي بن جلون الله يكثر خيره. تماما كيف ما انتشرت الهضرة حول شكون هو مول العوينات الخضرين. نساو بلي هو وزير الصناعة والتجارة ديالنا منذ 2013 واش شتي مشاكل على عيني. الا ما كنتيش عارف شكون هو خونا في الله هذه هي الوجيبة. عثمان بن جلون عشيري هو واحد من فطاحلة المال والأعمال ماشي غير في المغرب بل في إفريقيا والشرق الأوسط. كيتعتبر حسب مجلة فوربيس أغنى رجل في المغرب بثروة تقدر ب 1.8 مليار دولار، وكيتعتبر من بين 20 أغنى رجال أعمال في القارة الإفريقية. دماغه مبرمج غير على البيزنس، وهو من سلالة ديال عائلة فاسية عريقة عمرها أكثر من 400 سنة، وتشارى السيد جدوره عاشروا سلاطين وعيشوا أزمات، والتجارة عندهم كيف الدم في العروق. جده هو الخليع بن طالب بن جلون، حتى هو تاجر كبير ومن أعيان مدينة فاس، وكان اليد اليمنية ديال السلطان في القرن 17. هو أول واحد تاجر في أتاي وجابه من الصين حتى للصينية باش يشربوه الناس في العيون عينية. الوالد ديالو هو الحاج عباس مول أكبر معامل النسيج في المغرب وفاس، وتشارى منين داك العرش؟ من ديك الشجرة. من أين داك الشبل من داك الأسادي؟ يعني عادي يا شيري طلع السيد رجل أعمال محنك. عام 1932 تزاد عثمان في رياض العائلة بين الدروبة ديال فاس، ولكن عينيه كانوا كيشوفوا بعيد. ها شافوا كازا وهي فاش شد الباق في ليسليوتي، وشافوا لوزان سويسرا وهي باش رجع جايب الدبلوم ديال بوليتكنيك. فاش رجع للمغرب بدا في تكوين الثروة الاستثمار في الأبناك والتأمينات. في عام 1989 جمع حبوت بن فاش راح حصص الورثة في الملكية للتأمين من RMA وطنية، دوز بنك DMCE اللي منتشر اليوم في 23 دولة في إفريقيا، نزل الشركة القابضة فينانسكوم اللي كتعتبر من أقوى الهولدينغات في المغرب وفي إفريقيا، وشركة الاتصالات ميديتيلكوم الاتصال اللي ولات تابعة لشركة أورانج، ولكن عثمان بن جلون مازال عنده 25% من رأس المال ديالها. طلع للمجموعة المهنية لبنوك المغرب مرورا بالاستشارة المالية للحسن الثاني، وكمل ما فيها والو حتى البرج محمد السادس الأيقونة اللي غادي تكون أعلى بناية في إفريقيا ب 55 طبقة و 250 متر. عثمان بن جلون هو من البرج، علاش؟ لان التمويل خارج من المطيمرة ديال بي ام سي او، وهنا كندويو على 3 ديال المليار ديال الدرهم عشيري. ها جمع ريوك ثروة ديال السيد وصلت ل 1.8 مليار دولار، بحيث ارتفعت ب 100 مليون دولار غير في 2019. الزوجة ديالو هي الدكتورة ليلى امزيان بنت الماريشال محمد امزيان، اللي كان ضمن القيادات العسكرية الإسبانية اللي قمعوا انتفاضة الريف. واحد تويشية أخرى لازم نذكروها هو هوس عثمان بن جلون بالخيل والفضاء والفن التشكيلي. من الفرس ديالو محاسن اللي خدات جائزة الجمال، فكان الحضور ديالو الشخصي إقلاع أبولو 11 اللوحة التشكيلية الثمينة اللي معلقة في القصر ديالو في كازا. ما تنساوش تعفطوا جامو أبوني وعبر على الرأي ديالك في كومنتير وتهلاا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 ا